أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح ما يقوله بعض الناس من أن الأرض تدور حول الشمس؟ والله يثبتون هذا، أن القرآن على أن الأرض ثابتة، وأن الله أرساها بالجبال وجعل الأرض قرارا، هذا اللي في القرآن. لأنهم عندهم مخالفة للقرآن عليهم يقيمون البراهين، ولن يقيموا براهين تخالف القرآن أبدا. نعم.